كيف فينا ننشأ حساب العلامة التجارية الخاص بالبزنس تبعنا على إكسبان بعد ما منكون عملنا ساين أب أو حساب جديد منضغط على نيو براند أو إنشاء علامة تجارية بتظهر التفاصيل يلي لازم ندرجها لنكمل الخطوات مثل اسم البراند اليوزر نيم الخاص بالشركة على انستغرام وأيضا لازم نرفق صورة اللوجو مع ميزة أنه نحن منحدد إذا كان في عنا خدمة توصيل وميزة إدراج الرابط الخاص يلي ممكن من خلاله يتم الطلب بالإضافة أنه بإمكانك تحدد أماكن التوصيل الخطوة الثانية منضيف تفاصيل كل فرع موجود بالمنطقة مع ميزة إضافة اللوكيشن ورقم التواصل الخاص بهذا الفرع وأهم نقطة أنه فيك تضيف رابط لعمل تقييم أو ريفيو للخدمة من قبل الانفلونسرز أما الخطوة الثالثة والأخيرة بنختار نوع العمل التجاري الخاص فينا مع وصف خاص للشركة لا يتعدى الخمس سطور لحتى نعطي فكرة عامة للإنفلونسر عن الشركة وأيضا فينا نضيف صورة غلاف أو كفر على الحساب أما بخصوص الفور ديجيت بن فهو نظام تشيك إن مصمم للتأكد من التزام الإنفلونسر بالزيارات بحيث أنك بتدخل هذا الرقم السري سواء على موبايلك أو على موبايله عند وصوله لمقر شركتك ونضغط على سيف وهيك منكون عملنا صفحة البراند